منا لا يحب الخير؟ لا أحد طبعا، فالخير هو ما يميز الإنسان عن غيره. ولكن هل صادف أحدكم أناسا أشرارا؟ ربما. وعندما نصادف مثل هؤلاء الناس علينا أن نذكرهم بأن لا بديل عن عمل الخير مهما كان لديهم من حجج، لأن الخطأ لا يقوم بخطأ، وأن الوصول إلى الحق يحتاج إلى صبر وعمل لا يؤذي الأبرياء. أرجو أن تأخذي حصتي. شكرا لك يا ليديا. ولماذا لم تأكلي أنت؟ لا رغبة لدي في تناول الطعام. هل أنت حزينة لفقدان العقد يا ليديا؟ فلنفكر في طريقة للحصول على طعامنا أولا. الحصول على الطعام هو ما سيضمن لنا الاستمرار في هذه الغابة أم لا؟ وإلا سنضطر إلى أكل أوراق الشجر. لا تفقدنا الأمل في الحصول على الطعام. سأتولى مع روبن مهمة البحث عن الطعام المناسب. يجب أن تثقن بنا وما عليكن إلا تحديد نوع الطعام الذي ترغبن به. هل يوجد شوكولا هنا؟ لدي رغبة في تناول الشوكولا أو قالب لذيذ من الحلوى المغطسة بالقشدة والسكر. ولكن نريد إحضار هذه الأطعمة اللذيذة حالا. أطالب بذلك أيضا. نريد كعكة. صحيح، نسينا أن نطلب خبزا أيضا. لا ينقصنا إلا الجبنة والحليب وبعض العسل. يا لهذه الأطعمة الشهية اللذيذة. لكن نسينا أننا في الغابة. فعلا. ها؟ ما رأيك أن نبدأ البحث عن طعام لنا وأن أقضي ليديا الضائع منذ الآن؟ مساعد؟ طبعا كنت أفكر في ذلك، لأن ليديا أصبحت واحدة منا وعلينا مساعدتها أيضا. شكرا. عظيم اتمرن. حسنا خذ هذا. اسمعوني جيدا، علينا إنهاء هذا العمل بسرعة، وذلك قبل أن يعبر جنود اللورد ألواين هذا المكان. إن هذا المخبا لنا جميعا وعلينا أن نعمل بجد. حاضر سيدي. لقد شرف بنا المخبا على الانتهاء وسنضع اسمك عليه تكريما لجهودك. أنا متأكد من ذلك. فعلا تستحق هذا التكريم يا جون. نعم إنه لي أنا. لا بد أنني سأحصل على مبلغ كبير من المال إذا ما بعته، لذلك سأحتفظ به ولن أخبر أحدا. يا إلهي ما هذا؟ ماذا جلبت لي؟ إن هذا العقد ثروة لن أفرط بها لأحد. ماذا تفعل يا مات؟ ماذا تخبئ في يدك؟ لا شيء. أريني ما في يدك يا ماتش، ألست زعيم عصابتك؟ ماذا؟ إنني أحمل شيئا خاصا لا يدعو إلى الاهتمام يا سيدي. أريني ما بيدك. إنه شيء خاص. قلت أريني ما بيدك. كم هو جميل، عرفت الآن لما خبأته عني. أتريد أن تحتفظ بهذا العقد الثمين لنفسك أيها الوغد؟ لا يا سيدي، أرجو ألا تظن بي السوء. إن هذا العقد هدية من أمي. لا تكذب، إن أمك ما تزال على قيد الحياة، وأعرف أنها تعيش الآن في برايتون. سأحتفظ به عقوبة لك حتى لا تكذب ثانية. ولكنه لي. كفى.
يحق لأي فرد في عصابتي الاحتفاظ بشيء دون علم مني. نحن قطاع طرق وهذا هو القانون. زحقا لك ولهذا القانون المتسلط. أخشى أن لا نتمكن من إحضار الطعام والعثور على عقد ليديا، وهذا عهد قطعناه. لا تفقد الأمل يا ويل، فلا بد أن نعود ومعنا الطعام الكافي، وسنبحث عن عقد ليديا في كل مكان. وما الذي يضمن ذلك؟ ثق بنفسك أكثر ولا تفقد الأمل. انظر هناك، لمن هذه الأسماك؟ لابد وأن أحد الصيادين قد رمى بها بعد أن أخذ حاجته منها وعجز عن حملها. أشك في ذلك. روبن هيا اقترب وساعدني الآن. ما بك يا ويل؟ ماذا سنفعل الآن؟ لا أدري، انتظر. حنين أيها الدب اللطيف، توقف. انظر، أغلب الظن أنهم من جنود اللورد ألواين. فلنختبئ بسرعة. ما هذه العربة؟ من هناك؟ أنا جون الكبير، زعيم عصابة غابة شيروود، وأطلب منكم تسليمي كل ما تحملون، وإلا سأضطر إلى أخذ ما أريد منكم عنوة. هيا استسلموا. مستحيل. البقية يختبئون في مؤخرة العربة. ها هم اللصوص، هيا هاجموا. ماذا تنتظرون؟ هيا فلنوقف حركتهم. حاضر. صوبوا عليهم تماما. اقذفوا. انظروا اليهم. دهشة. أجل، لقد حذرتكم ولكنكم لم تستمعوا إلي. اقتربوا، فالعملية قد نفذت بشكل جيد. انتبه وراك يا جون. شكرا يا روبن. ظننت أنك غادرت هذه الغابة لأن الحياة فيها صعبة على شاب نبيل مثلك. نعم، فلقد صادفنا دبا ضخما وكاد أن يقتلنا. لست مضطرا إلى ذكر هذه الحادثة. خطرت لي فكرة وسأخبركما بها. احتفالا بنجاح عمليتنا سنقيم هذا اليوم وليمة ضخمة، وأنتما مدعوان إلى حضورها. هل أنت موافق؟ زعيم عصابتنا مزاجي جدا ولا يحب التردد في الجواب. أنا مدين لك بحياتي وأرجو أن تقبل دعوتي، لأن رد الدين واجب علي ولن أقبل أعذارا. لما أسمع الجواب بعد. يا له من طعام.
اهلا بكما يا اصدقاء، وارجو ان تاكلا بدون اي خجل فانتما ضيفانا. شكرا لهذا الترحيب. ولدى ان تبقي شيئا لاختك جولي. لماذا اخترت حياة اللصوص في الغابة يا ماتش؟ في الواقع أنا واحد من هؤلاء المشردين الذين فقدوا بيوتهم نتيجة الحرب التي قامت منذ سنوات. أكثر الذين التحقوا بهذه العصابة فقدوا أهلهم ولم يعد لهم بيت يؤون إليه. عندئذ لم يجدوا إلا هذه الغابة مكانا لهم. وهل تعجبك هذه الحياة يا ماتش؟ لا، ولكنني مضطر إلى ذلك، فلم يكن أمامي خيار آخر، فإما الحياة بهذه الطريقة وإما الجوع. إن مصيرنا يشبه مصيرهم. نعم، إن مصيرنا يشبه مصيرهم. نعم، أبقوا على ملابسي فقط، خذوا ما شئتم ولكن اتركوا ملابسي. لماذا يعاملون هكذا؟ اصمت يا هذا، فقد اعتدنا على سلب كل ما نريده ولا نقبل توسلا ولا شفقة من احد، فنحن قاطعو طريق. توقفوا عن هذا. من الخسة ان تعامل رجلا اذل بهذا الشكل البشع. لا علاقة لك. لا تعد شجاعة ان نقوم جميعا في قتال رجل اعزل. وما شأنك ايها النبي؟ مهلا، لقد احرق هؤلاء الجنود رزقنا ودمروا بيوتنا وشردونا منها، وانا لا اريد قتلهم لان هذا لا ينفعني، لكنني اخذ منهم ما يعوض لي خسارتي فقط. خسارة؟ نحن ناخذ حقنا فقط. اسكت ايها النبيل. هذا صحيح، لا نريد تدخلا من احد. اخرج من هنا. هيا، لا نريد احد من هنا. لا تدخل احد من الى القضية. اسمع يا روبن، ان هذا العمل هو جزء كبير من حياتنا وقد اعتدنا عليه، ولا يحق لك التدخل لانك لست عضوا في عصابتنا. لقد سمعت قصتكم من ماتش وعرفت ان ظروفكم القاسية دفعتكم الى هذه الحياة، ولكن هذا لا يبرر أفعالكم. لن تقدر ظرفنا. أجل لأنك ابن عائلة نبيلة. أنتم مخطئون، فنحن الآن في وضع مشابه لكم لسوء حظنا، ولكن ليس من العدل أن تهاجموا الناس وتسلبوهم ممتلكاتهم. لأن اللصوصية عمل شائن ولا يحق لأحد أن يعتدي على الآخر. سيدي، هناك قافلة طويلة في طريقها إلينا. هل تأكد؟ نعم. استمعوا إلي جيدا. هناك قافلة في الطريق إلينا وعلينا الاستعداد لمهاجمتها. حاضر. انتظر يا جون. هيا بنا. هيا. انتظر يا جون، أرجو أن تعدل عن رأيك. إنها مسألة حياة أو موت، ولا مكان للشفقة في قلوبنا. أيها العنيد، روبن، لدي فكرة أرجو أن تسمعها. أرى أن نلحق بهم ونراقبهم. انظر هناك يا روبن. قافلة تجارية؟ يا إلهي، لا يحق لهم مهاجمتها. لكن عصابة الشرود لا تميز الحق من الباطل. هيا. سيهاجمونهم. سيرتكبون خطأ. ماذا تنوي أن تفعل يا روبن؟ روبن، هل سترمي جون بسهمك هذا؟ لا أبدا، ولكنني سأخيفه فقط وسأمنعه من سلب البضائع. ايه؟ اوقف العربة يا جون.
تفهم بعد؟ نحن مضطرون إلى هذا العمل لأنه يحدد مصيرنا. بإمكانكم أن تقلعوا عنه. هذا مستحيل. إنها مسألة حياة أو موت، ولا مكان للشفقة في قلوبنا. لقد صفحت عنك هذه المرة، ولكنني لن أخطئ الهدف ثانية. بضربة واحدة تمكنا من قلب العربة. ولكنني كنت أقصد إخافتهم فقط. الحمد لله لقد نجوت، لقد نجوت. روبن، من سمح لك بالتدخل في شؤوننا؟ قل لي أين أنت؟ أنا هنا يا جون. أتريد مني أن أدعك تستغل الناس وتسلب أموالهم من دون أن يكون لك أي حق؟ من يستمع إلى كلامك يظن أنك وصي علي أو ولي أمري. لست مضطرا إلى الموت جوعا كي أراعي هذه القواعد التي تقول عنها أيها الشاب النبيل. عذر أقبح من ذنب. أنا حر في تصرفاتي، ولكن الآخرين حريتهم أيضا. لا تحاول إقناعه فهو لا يفهم كلاما مثل هذا. لكن روبن لن يقبل بتصرفات جون الشاذة أبدا. هنريم تقترب مني. صباح الخير سيد دان. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير يا أنساتي. أين روبن؟ هنا، ولكنه ذهب لإحضار بعض الطعام. أعرف أنه سيتأخر، لذا سنأكل سوية مما أحمله معي من طعام. سنقيم وليمة صغيرة الآن، فالطعام ضروري ومفيد لنا. ما رأيكم؟ وليمة؟ كما سمعتي. تتحداني ثانية. روبن أيها الزعيم، ماذا حدث؟ هل هناك ما يدعو إلى هذا الفزع الشديد أيها الزعيم؟ اهربوا بسرعة. أصاب روبن عشا للنحل عندما رماه بسهمه مصادفة. ها قد عدنا خائبين. طعام؟ وشوك متسخان خطة معركة؟ من جلب هذه الأطعمة؟ دعنا السيد تاك إلى وليمة بعد أن صادفناه هنا. حقا هل السيد تاك قريب من هنا؟ الشر والخير ضدان لا يجتمعان يا بني، ولكن الخير أصيل والشر مكتسب. إذن لماذا يصبح الشر قاعدة عند بعضهم؟ تقصد أن هؤلاء الناس اتخذوا الشر وسيلة لبقائهم. سؤال محير بالفعل.
ما زلت صغيرا يا بني كي تفهم هذه الأشياء، ولكن الحياة ستعطيك الأجوبة الكافية عن تساؤلاتك هذه، ولن تصل إلى الجواب الحقيقي إلا إذا اكتشفت ذلك بنفسك. انظر! مع أنني لست طيرا لكنني سأحاول الطيران. هل بإمكانك ذلك؟ لا يمكنك الطيران أبداً.